التواصل يستمر متابعينا الكرام، وشوطنا الخامس الذي ينطلق بحفظ من الله ورعايته الخاص بمنافسة الابكار الفطامي. نسير مباشرة الى الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الاول. هناك غازية على الصدارة لسعيد بن محمد بن مرخان الاكتبي، هو اللي يحتل المقدمة والمركز الاول، بينما اعود الى المركز الثاني لاتابع القدوم من الجانب الاخر والغادمة هنا في هذه اللحظة شاهينية لعيسى بن عبد الله بن سالم اللي يحافي، والمركز الثالث المركز الثالث اللي تأتي من الجانب الآخر هنا طوالي على الغادمة لعلي بن محمد بن غدير الاكتبي، والمركز الرابع الواصلة هنا درة قادمة لراشد بن مبارك بن سويد الاكتبي. هذه هي الأربع المراكز الأولى، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى الريادة. هذه هي الدرة، الدرة على الصدارة وعلى المركز الأول. راشد بن مبارك بن سويد الاكتبي غير مجريات الشوط بأداء درة على المقدمة والمركز الثاني. هذه خرايم لراشد بن نافع بن سعيد الوهيبي يأتي على المركز الثاني والمركز الثالث القادمة. هناك بشاير علي بن محمد بن غدير الاكتبي، ثلاثية المراكز الأولى ثلاثية، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة. ما شاء الله وتبارك الله على درة، هذه هي درة على المقدمة الأولى راشد بن مبارك بن سويد الاكتبي، والغادمة هنا والمنطلقة على المركز الثاني. هذه هي خرايم، خرايم والأمتار الأخيرة. الله يا خرايم، غيرت خرايم لراشد بن نافع الوهيبي، هو اللي يفوز بناموس هذا الشوط. هانينا والناموس المركز الثاني اللي أتتنا متابعينا الكرام، اللي هي درة لراشد بن مبارك بن سويد الاكتبي، والمركز الثالث اللي احتلت اللي هي جبارة عايض بن حسن بن هادي الح، او المركز الثاني نعم متابعينا الكرام بشاير، او المركز الثالث اللي احتلت بشاير علي بن محمد بن مطر بن غدير الاكتبي من احتلت المركز الثالث. نعود مع التوقيت الزمني الذي تدون تحت اقدام اللي هي خرايم، دقيقتين وعشر ثواني. تهانينا لراشد بن نافع بن سعيد الوهيبي على هذا الفوز والانتصار، تهانينا للجميع.